recite a poem in Arabic, and I have a summary of the poem in English, a very short summary. So it says, all of my greetings are to the last Imam of Ahlul Bayt, Imam Mahdi, to the person, Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. To the person who is the guidance to the path of God, to whom will fill the universe with peace and justice after it has been filled with tyranny and evil, to the great protection for the religion of Islam. So you can participate with me after each two lines. You just say Allahu, Allahu, Allah three times. صلوات على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي. الله 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 three times. الله الله الله. على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي. الله الله الله. على الداعي بأمر الله فينا وهادينا إلى الدين السوي. الله الله الله. على من يملأ الأقطار قسطا وقد ملئت بجور جاهلي. الله هو الله الله. على العهد الوثيق على البرايا على الفرع الزكي ابن الزكي. الله الله الله. على المسور عنا أن نراه على الزاكي الصافي ابن الصافي. الله الله الله. على كهف الأرامل واليتامى على ندب الهمام الأريحي. الله الله الله. على الضرغام في يوم التلاقي على القوام في الليل الدجي. الله هو الله الله. على حامي حمى الإسلام جمعا على ليث الجاري ابن الجاري. الله هو. صلاة الله والأملاك جمعا تزورك كل يوم يا زكي. الله هو الله الله. متى يا ابن النبي يقول وافى أمين الله من بلد قصي. الله هو الله الله. متى يا ابن النبي يصاح فينا أجيبوا داعي الله العلي. الله هو الله الله. متى يا ابن النبي ترك عيني لكي يشفي الغم من قلب شجي. الله 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 متى ألقى عدوك يا إمامي أجالده بعضب مشرقي. الله هو الله 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 الله. صلوات على محمد وآل محمد.